واحنا دايما ما بننساش يعني ولاد النادي الاهلي، او ما بننساش ابدا ناشئنا او ناشئاتنا، وبالاخص لو هذا الناشئ كان لاعب او الناشئه كان لاعب كويس وتعرض لاصابه. الحقيقه في لاعيبه في 16 سنه في النادي الاهلي وكان ليها دور كبير مع المرتبط، يمكن ما توفقش مرتبط او فريق السيدات انه يفوز، ولكن كان ليها دور كبير، او ككابتن الفريق زينه باتع. هذه اللاعبه لاعيبه تحت 16 سنه وكابتن الفريق وكان ليها دور كبير، ودي صورتها خلقا ولعبا وروحا قتاليه في الملعب، للاسف يعني تعرضت لاصابه رباط صليبي. مفيش اي مشكله زينه، الف مليون سلامه عليكي. رباط الصليبي دلوقتي ما بقتش بالخطوره، هتعطلك 3 4 5 شهور، ولكن انت قادره ان انت ترجعي تاني بالسلامه. الف مليون سلامه عليكي يا زينه، وان شاء الله تعودي احسن من الاول، واحنا ثقه في ذلك. انت مشروع لعيبه كويسه، وده دورنا ان احنا نبقى دايما اللاعب حتى وهو في لحظات ضعفه، لان طبعا هي زينه في 16 سنه معنوياتها اكيد متضايقه دلوقتي عشان الاصابه، ولكن ولا اي حاجه ولا اي حاجه، احنا عايزين يعني تستعيدي تاني قوتك، وبالتالي يا كابتن الصليبي ما بقتش مشكله، وان شاء الله ترجع. وهي من اللعيبه المقاتلين بصراحه، وان هي يعني محبوبه من جميع فرقتها، واعتقد هتلاقي كل الدعم من النادي ومن فرقتها، وهي لعيبه منتخب وبنت، يعني ان شاء الله مستقبل جاي، وكل اللي هنقول لها القادم افضل ان شاء الله، والجاي ليها ان شاء الله. الف سلام عليك يا زينه، اتمنى لك كل الشفاء، وربنا يبعد الوحش دايما عن ولادنا وبناتنا وكل الناشئين.